أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. نتوقع نبتدئ النهاردة في السايكولوجي، هنتكلم على عندنا موضوع الميديكال إيثكس اللي هي الأخلاق المهنية والميديكال سايكولوجي. المحاضرة الأولى بإذن الله هتبقى عن الميديكال إيثكس، الأخلاق المهنية، وهي محاضرة يعني رائعة لطيفة جدا. أما الميديكال سايكولوجي فهذه هنبقى في المحاضرة الثانية والثالثة، وهي بتختص بالعلاقة بين الطبيب والمريض وبين التأثير المرض أو تأثير المرض العضوي على السايكولوجي بتاع المريض، لأن كل مرض له تأثير سايكولوجي على المريض، وإيفن ساعات السايكولوجي بتاع المريض يؤدي إلى خلل عضوي، يعني اضطراب السلوك أو السيكولوجي بتاع العيان يؤدي إلى مرض عضوي، والعكس بالعكس، كل مرض عضوي يؤدي إلى اضطراب في سلوك المريض. فإحنا عندنا جزئين اللي هو الميديكال إيثكس في المحاضرة الأولى والميديكال سيكولوجي بإذن الله في المحاضرة الثانية. فهنتوقع الله نبتدئ بالسيكولوجي الميديكال إيثكس. أنا حرصت يا أولاد إنه يعني تقريبا كل سؤال هيبقى في صفحة مستقلة بذاتها، يعني لقيت إن ده هيبقى أسهل شوية. فنتوكل على الله نبتدئ الميديكال إيثكس. في الأول عندي كلمة مورال وكلمة إيثكس، إيه الفرق بينهم؟ المورال ده عبارة عن أبسوليوت يونيفرسال برينسبلز، يعني قاعدة مطلقة عامة طبعا أخلاقية، وتتميز بأشياء ثلاث. واحد، قلنا أبسوليوت يعني مطلقة، يعني not relative يعني مش نسبية، يعني صفة مطلقة، زي ما أقول الصدق ده صفة مطلقة، مفيش ما يبرر إن احنا نبقى غير صادقين. الأمانة صفة مطلقة، مفيش ما يبرر ان احنا نبقى غير امناء. To any context or era، في اي وقت يعني. طيب تاني حاجة في المورال انها accepted by society، يعني يتفق عليها المجتمع. تالت حاجة ان الـ principles دي govern، يعني بتحكم الـ behavior بتاع كل الناس، all citizens all time، كل الوقت. ده بالنسبة للمورال اللي هي القواعد الأخلاقية العامة. إنما إيه الإيثكس اللي إحنا بندرسه؟ الإيثكس هو عبارة عن قاعدة أخلاقية برضو، مورال برينسبلز، بس بتختص ببارتيكولار جروب، بمجموعة معينة من البشر. في حالتنا الميديكال إيثكس بترعى أخلاق العاملين في الطب، في المجال الطبي، سواء كانوا أطباء أو كانوا اللي هو الهيئة التمريض. والحقيقة أول ما نفكر في الميديكال إيثكس كان أبوقراط، فحط حاجة اسمها هيبوقراتيك أوث اللي هو قسم أبوقراط. أبوقراط ده يوناني عاش ما بين 450 ل 377 بي سي بيفور كرايست. إنما القسم اللي نقسم عليه لما بنتخرج دلوقتي ليس هو قسم أبوقراط، وإنما تم تعديله، يعني إحنا عدلناه قليلاً القسم ده. فدلوقتي في جنيفا ديكليريشن، يعني في جنيف اتعمل في 1949. أنا مش عاوز تهتم بالحتة العنية إن المورال دي اللي هي الأخلاق المطلقة، بينما الأثيكس هي الأخلاق التي ترعى فئة معينة وهي عاملين بالمجال الطبي زي ما اتكلمنا يا اولاد. ابتدي دلوقتي في السؤال الاول اللي هو الكور، انا بس عاوز ادق عشان تبقى ظاهره كلها. طيب كده متهيألي مظبوطه. كور ايثيكال برينسبلز، ده السؤال الاول. ان هيلث كير يعني الجوهر القواعد الاخلاقيه، لابد انه عشان تبقى قاعدة اخلاقية طبية بالنسبة لنا انها في الهيلت كير تحقق اربع شروط. الشرط الاول لازم تبقى non mal efficiency،
يعني not to harm، القاعدة اللي حطناها لا تضر، سواء بسبب النيجليكنس الإهمال أو lack of medical experience اللي هو نقص الكفاءة أو الخبرة الطبية. ودي حاجة متوقعة، يعني لازم الـ 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 القرار اللي ناخده البرنسب القاعدة اللي ترعى الأخلاق المهنية ما تضرش، لا بسبب الإهمال، يعني لا تبيح الإهمال ولا تبيح إن الطبيب يبقى عنده نقص في الخبرة. ده مش بس إنها not to harm لا تضر، إنما لازم تبقى beneficence يعني to do good، ده تفيد، يعني في الأول، في أول مرحلة لا تضر not to harm. طبعا ده بالعكس، ده يجب إنها تفيد، مش بس تفيد الانديفيديوال بيشنت ولكن السوسايتي ككل، وده اللي هنقول عليه. يعني افرض الانديفيديوال بيشنت عنده مرض معدي قد يؤدي الى وباء، يبقى لازم ما يبقاش فيه سريه بقى، يعني ما اكتمش في هذه الحاله السر بتاع هذا المرض للمريض حفاظا على سريته، لان ده هيضير المجتمع لو مشي وانتشر المرض في بين افراد المجتمع. فلابد يبقى مفيد، القاعده الأخلاقية مفيدة للمريض ومفيدة للمجتمع. ثالث حاجة اللي هي الجاستس، إن القاعدة الأخلاقية دي لازم تبقى عادلة، to be fair. Fair distribution of medical services، يعني لازم توزيع عادل للخدمات الطبية based on fair criteria، يعني متعلقة بشواهد مضبوطة، كريتيريا صح، بس تبقى فير. ان انا لو في كميه دواء محدوده في البلد ما اديهاش الى المقربين، لا اديها الى الاكثر احتياجا، يعني بس تبقى الموضوع عادل. وبعدين رابع قاعده اللي هي الريسبكت اوف اوتونومي، يعني ايه الريسبكت اوف اوتونومي؟ هنا هنشوفها، يعني احترام استقلاليه قرار المريض، فري ديسيجن based on informed consent، يعني موافقة مبلغة، يعني ما عملش المريض حاجة إلا بموافقته، وموافقة مبلغة which should be. ده الموافقة دي لازم تتميز بأربع حاجات، لازم تبقى intention يعني عاقد العزم بنيتي على إنه يدهاني، no outside influence، ما عملتش أي نوع من ضغوط خارجية عشان أخليه ياخد هذا القرار، لأن القرار ده يفيد الطبيب مثلا، لما يبقى جراح يبقى نفسه المريض يعمل جراحة لكن لا يعالج طبيا، لا ده قاعدة غير أخلاقية. أنت لازم ما تضغطش على المريض، تقول له في قصادك علاج طبي، قصادك بالدوائي يعني علاج جراحي، وأنت تختار with rational understanding، بفهم عاقل، يعني تبقى وصل القرار ده بفهم عقل زي ما نشوف. And the patient should not be confused or impaired، يعني لا المريض مضطرب impaired ولا confused يعني تايه في regarding الكوجنيشن، الإدراك بتاعه يبقى كويس. ده كان أول سؤال اللي هو core of ethical principles. أنا عاوز أعلمكم حاجة أولاد، إن إحنا في السيكولوجي، وتعالوا كده نتبارى، يعني عاوزين كل واحد فينا يعمل ملخص، وانا اعدكم ان اللي هيعمل ملخص افضل ويبعته لي هنحطه على البي دي اف وللجميع. وهنا في السيكولوجي انا عاوزك تركز على النقاط المهمه، يعني مثلا في هذا السؤال اللي هو الكور بتاع الايثيكال برينسيبلز، اللي هو جوهر القواعد الاخلاقيه، لازم يبقى القاعده الاخلاقيه اربع حاجات، نقولهم بقى تاني مع بعض، لا تضر not to harm، تاني قاعدة تفيد اللي هي to do good، تالت قاعدة انها تبقى عادلة، رابع قاعدة انها تبقى بتحترم استقلالية قرار المريض، الطبيب ما ياخدش قرار لا يوافق عليه المريض. يبقى اربع حاجات، يبقى هنعمل كده ملخص، وخد بالك السيكولوجي يحتاج إلى هذا الملخص، حتى ما تعمله بإيدك كده نقاط خفيفة صغيرة وتعيدها مرارا وتكرارا، لأن المواضيع كثيرة ومتشعبة، هتبقى فولي كنترولي. وعلى فكرة في القواعد الأخلاقية كلها، الأول أنت تسأل روحك، القاعدة الأخلاقية أربع حاجات، تعال نقولها تاني،
هنعيد النقاط الأساسية: لا تضير نمرة واحد، تفيد نمرة اتنين، عادلة نمرة تلاتة، وبعدين تحترم الاوتونومي أي استقلالية قرار المريض إن أنا اللي واخدها. يبقى not to harm, to do good، وبعدين يبقى فيها to be fair، وآخر حاجة اللي هي الاوتونومي اللي هي قائمة على إيه؟ الاوتونومي استقلالية قرار المريض، لما تعملش حاجة غير بموافقة مبلغة informed consent، موافقة مبلغة، سواء بإن لو حاجة كبيرة زي ما هنشوف بالإمضاء يعني ورقة وامضي عليها إن أنا موافق على الحاجة اللي هتعملها دي، سواء كانت تخدير أو سواء كان جراحة أو سواء كان بروسيدور خطير، أو إذا كانت حاجة بسيطة تبقى موافقة شفهية. طيب ده كان أول سؤال اللي هو الـ Core of Ethical Principle اللي هو يتميز بالأربع حاجات دول. ننتقل إلى السؤال الثاني يا أولاد، وده سؤال طويل وصعب شوية. Professional Ethical Principles اللي هو الميديكال بروفيشناليزم، يعني العلاقة المهنية الأخلاقية، لازم العلاقة بيني وبين المريض يبقى بتتميز بأنها علاقة مهنية أخلاقية، Professional Ethical Principles. بتتبع كم قاعدة يا أولاد؟ 20. كعادتنا، أنا بحاول أقولها لك بطريقة تفتكرها، لأن أقول لك لو حطيت لك العشرين زي ما بيحطوها في كثير من المراجع على بعض هتتذكرهم إزاي؟ فلسهولة التذكر فأنا بعمل لك ليهم جروبينج، يعني بحطهم لك في مجموعات. فلقيت في حاجة خاصة بالعبد الله أن أنا أحطهم في أربع مجموعات. 9 قواعد من العشرين متعلقة بالمريض، طيب، وأربع قواعد متعلقة بالمجتمع السوسايتي، وقاعدتين متعلقة يعني علاقتين متعلقين بال others and colleagues الزملاء، وبعدين 5 قواعد متعلقة بالphysician بحضرتك. نيجي نحاول نعملهم. يبقى أول 9 قواعد هم الصعبين اللي هم متعلقين بالمريض، حتى أنا لقيت دول 9 برضو كتير، عاوز أقولهم لك بطريقة سهلة. هنقسمهم زي ما انت شايف وبطريقتنا إلى 3 تلاتات. فأول 9 قواعد متعلقة بالمريض: أولا إن المريض ده person and not a disease، هو شخص له كيان له اسم وليس مرض. يعني ما ينفعش حضرتك تبقى في المستشفى تقول لهيئة التمريض دخلوا لي حالة الطحال، لا ما ينفعش كلام، لازم تقول دخلوا لي الأستاذ فلان اللي احنا فاهمين ان هو بيعاني من تضخم في الطحال، لكن ما تحولش المريض الى حالة، ده شخص له اسم. انت عارف بره لو بيمتحن وبيبقى مكتوب اسم المريض بره على الباب اللي هتدخل منه عشان تشوف الحالة، لو نسيت اسم المريض في اي وقت من الامتحان you failed، انت فشلت في الامتحان. انت تتعامل مع شخص وليس مع مرض، person and not a disease. ولكونه شخص نمرة 2 يبقى serving his interest، أنت بتخدم اهتماماته هو، أنت في خدمة المريض. وعليه نمرة 3 absolute confidentiality، يعني سرية مطلقة بتمتد حتى بعد وفاة المريض، يعني ما جرى بينك وبين المريض هو سر أنت أمين عليه. شوف خصوصية المريض إن هو شخص له اسم، هوش مجرد حالة، بتخدمه أنت خادم المريض، بتخدم الانترس بتاعته وبتحترم خصوصياته. طب نيجي 4 و5 و6، you respect his autonomy، يعني استقلالية القرار، مش هتعمل حاجة لا يوفقك عليها المريض. الاوتونومي ده ليه، هي دي الكورنر ستون في الميديكال اثيكس، هي حجر الزاوية في الأخلاق المهنية الطبية، انك انت احترام استقلالية قرار المريض، اوتونومي، اوعى تنسوها الاوتونومي دي، مهمة جدا. And respect his rights، وتحترم حقوق المريض زي ما نشوفها ايه هي الحقوق دي. ونمرة 6 relationship within professional limits، العلاقة في حدود المهنية، يعني ما ينفعش طبيب زي ما هنشوف يحب مريض، ما ينفعش طبيب يمارس علاقات حميمية مع مرضاه، ده كلام لا صح. يبقى relationship within professional limits. طب ناخد 7 و8 و9 متعلقة بالفلوس،
No unnecessary payments. ما تخليش العام يدفع حاجات لا لزوم لها. تعمل له تحليل أو أشعة لا لزوم لها، لأن حضرتك عامل ديل، عامل اتفاق مع المعمل أو عامل اتفاق مع طبيب الأشعة. هذا unethical، تحاسب عليه مهنيا ويجرم. No private gain. ما تكسبش حاجة خاصة من وراء العلاقة مع مريضك. لو مريضك ده بيشتغل في المرور، ما تقعدش بقى يساعدك في استخراج رخص مرور أو ما شابه. لو في مؤسسة حكومية معينة ما يسهلكش الأمر. علاقتك بيه كمريض ما تاخدش من وراء حاجة. And care to patient unable to pay. يعني أن ترعى المرضى الفقراء اللي هم معهمش فلوس يدفعوا لك. وكتبتها في النصائح ال 12 اللي قالها جدي رحمه الله لوالدي ومررها بدوره ليا في وحطيتها على الفيسبوك. يبقى ده اول 9 حاجات ريليتد تو ذا بيشنت. وزي ما بقول لك عشان تبقى سهله قسمناهم ثلاثات. هو شخص وليس مرض. انت تخدم اهتماماته وتحتفظ بسريته. طيب وبعدين نيجي 4 5 6 كلها عباره عن ريسبكت. تحترم استقلالية قراره في العلاج اللي هتعمله، هو اللي ياخد القرار. تحترم حقوقه والعلاقة ما بينك وما بين المريض في حدود المهنية. وبعدين آخر ثلاثة في المريض متعلقين بالمال. ما تكسبش، ما تعرضوش لأنه يدفع حاجات لا لزوم لها. No unnecessary payment. No private gain. ما تكسبش من وراء علاقتك بهذا المريض في 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 في, في مؤسسة أخرى. وبعدين care للpatient unable to pay. أظن كده تبقى سهلة نسبيا يا أولاد. طيب ده يعني واجبي كطبيب تجاه المريض. طب نيجي تجاه society. لازم social justice and equality، يعني العدالة والمساواة. وزي قلنا في تقديم الخدمات الطبية لا تقدم أصدقائك وأقاربك على الآخرين، إنما تدي المحتاجون إلى العلاج، تعطي المحتاجين إلى العلاج أولا. المحتاجون أولا هم اللي ياخدوا العلاج مش المقربون. وبعدين reporting significant medical hazards. لو في وباء مثلا لازم تريبورت واجبك الأخلاقي في medical hazard، يعني حاجة طبية خطيرة، تبلغ إن في مريض عنده كوليرا، في مريض عنده إيدز، ده ممكن يعدي المجتمع. واجبك إنك تخرج عن وقتك وتضيع وقتك في إبلاغ الفئات المعنية والمؤسسات المعنية. Maintain quality health care، يعني بنقدم خدمة طبية ذات كفاءة. وبعدين obligation of preserving human life، يعني إن إحنا مجبرين على الحفاظ على الحياة الإنسانية. يعني لا نساعد فيما يعرف زي ما نشوف بالقتل الرحيم، عما يؤس منه انت لا نشارك الخالق سبحان الله في موهبه الحياه. انت مش وظيفتك انك تساعده في التخلص من حياته لانه تعبان او لانه لا امل في شفائه من وجهه نظرك. انت ما تعرفش ايه واجبك الحفاظ على الحياه الانسانيه. يبقى تجاه السوسايتي لازم تبقى عادل، في عدل ومساواه. لازم تريبورت، تبلغ باي حاجات خطيرة طبيا. لازم تمنتين كواليتي هيلث كير، تضمن كفاءة الخدمة الطبية. ونمرة 4 الحفاظ على الهيومن لايف. طب نيجي بقى واجبك تجاه الأذرز والكوليجز. علاقتك مع الأذر، مع هيئة التمريض، مع زملائك لازم يبقى فيها honesty، أمانة، integrity and discipline، يعني التزام. زي ما نشوف مثلا في الديسيبلين، يعني نحن بنقسم ان احنا نساعد اولاد، نعالج اولاد الاطباء التانيين مجانا. ده حاجه متعامل عليها في 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 فئات كثيره. وبعدين ريكوجنايز، يعني تتعرف وتتعامل ديل ويز ان اثيكال اند ان اديكويت بيهافير، على التصرفات اللا اخلاقيه والغير مظبوطه فيما يخص الكوليجز اللي هم الزملاء والهيلث كير تيم. يعني احنا لو لقينا زميل او واحد في هيئة التمريض بيعمل حاجة لا اخلاقية او مش مهنية ما تؤديش الى الـ يعني خدمة المريض بالصورة المثلى، ما بنغطيش عليه،
بنبلغ عنه. انا فكر ان اقول ده زميلي ف يعني ما يصحش اعاقبه ان انا اغطي عليه اشهد شهاده مش مظبوطه عشان اطلعه من الورطه اللي فيها، هذا خطا. انت واجبك مش تشهد الحق، وهذا ما ينبغي في الاخلاق المهنيه، انك لو شفت حاجه خطا تبلغ عنها. دول 15 نقطه. نيجي بقى انت كفيزيشن، في خمس حاجات. committed to professional competence، يعني تبقى ملتزم بالاحتفاظ بكفاءتك المهنية، بأنك تحضر مؤتمرات، تقرأ كتب، يعني تزود من معلوماتك دائما أبدا، ما توقفهاش. ده التزام، ده أخلاق مهنية، أنك أنت تعرف كل ما هو جديد في الطب، لأن ده لصالح مرضاك. وبعدين recognize the limits of his competence، أنك تبقى رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. حضرتك ممارس عام، يبقى ما تحاولش مثلا تعمل حالة أنت مش متدرب عليها، تشتغل جراح، تشتغل بيع بتعب، تشتغل أمراض نساء وأنت ما أنتش مؤهل لذلك، ده لا أخلاق. وبعدين great caution in new methods، في أي حاجة جديد، علاج جديد، تطور جديد في الطب، بنبقى فيه حرص شديد، لازم تقوم به هيئة معينة وتجربه وتتأكد من فوائده ومخاطره وبعدين نعملها. إنما مش ما المرضى بتوعنا ليسوا بفئران تجارب نجرب عليهم. Great cautions in new methods. نمرة 4 certifies what he has verified، يعني تشهد بما عاينت. certify يعني ما تديش شهادة لعيان مثلا عاوز ياخد رخص القيادة تقول النظر 100% أو حالته الصحية 100% وهو أنت ليس متأكد من هذا، ما تعملش هذا الكلام أبدا. يبقى أنت تشهد بما عاينت، certifies what he has verified. بعدين keeps dignified professional image، يعني حضرتك تبقى ليك مظهر محترم كطبيب، يعني وتبقى ما تبقاش مع الاعتذار يعني مهزأ حتى في طريقة كلامك، في لبسك، في ما شابه. أنا فاكر في إنجلترا أحد أصدقائي راح ونزل بسرعة يشوف حالة، فالرئيس القسم في ذلك الوقت قال له in this country medical doctors wear neckties، في هذه البلاد في وقتها بيلبسوا رابطة عنق. طبعا دلوقتي مش كده، ما يعني مش، بس المهم يبقى شكلك محترم، ما تروحش تعاود مريض وانت شكلك مهزأ، او تستخدم لغة مهزأة. لازم تحتفظ بكرامتك المهنية، الديجنيفايد بروفيشنال ايمج. دي الخمس حاجات اللي تخص الفيزيشن. انا عاوز اقول لكم حاجة يا اولاد، لما يجي لكم السؤال ده، هو ده اصعب سؤال عندنا النهاردة، بليز شيل الاربع عناوين. انا قلت كتبتها بس عشان انت تبقى الموضوع سهل. ما يتعلق بالمريض 9 3 في 3، ما يتعلق بالسوسايتي 4، وبعدين ما يتعلق بالأذرز والزملاء كوليجز 2، ادي يبقى عندنا 15. وانت كفيزيشن بتراعي خمس اشياء، انك انت كوميتد ملتزم بانك تبقى كف، بانك بتعرف حدود كفاءتك ما تتخطاهاش، رقم 2، بانك انت في اي حاجه جديده تبقى محترز جدا، وبعدين لا تشهد وما تديش شهادات الا بما عاينت فيريفايد، وبعدين نمره 5 يبقى عندك dignified professional image. طيب ده كان السؤال الثاني يا اولاد. نيجي للسؤال الثالث اللي هو المال براكتس. المال براكتس ده في الخارج بيؤدي الى تبقى suing of doctors، يعني يرفع عليهم قضايا لانه اهمل في المهنه، الاهمال المهني، مال براكتس، harm to patient. لابد عشان يبقى اهمال انه يؤدي الى يعني ضرر للمريض. في عندنا elements of malpractice، يعني عناصر الاهمال المهني 4، وللتسهيل خلوهم 4 بحرف الدي. يعني لازم عشان تترفع عليك قضية يتوافر الأربعة دي، دول ما ينفعش 3 منهم بس. لازم يبقى فعلا فيه
dereliction or negligence. في فعلا اهمال. يعني انا ممكن العيان يموت بس انا ما اهملتش، يبقى ما انا مش انا ما يطبقش على القانون لان انا لم اهمل، يبقى لازم يبقى فيه اوريدي اهمال. طيب وهذا الاهمال يبقى الديوتي اوف فيزيشنز، يعني بسبب اهمالي انا كطبيب بسببي انا الكوزز. طيب يبقى لازم يبقى فيه اهمال انا المتسبب فيه نمرة اتنين، وهذا الاهمال ادى الى دامج او انجري المريض نمرة تلاتة، دي تالت دي. والدامج ده لازم يبقى دايركت تو بيشنت بسبب النيجليكنس. واحد يقول يعني فهمهالنا يعني ايه اهمال دايركت تو ذا بيشنت؟ يعني افرض ان انا كتبت روشتة بخط غير واضح، فالصيدلي صرف دواء خطأ ادى الى عدم شفاء المريض او الى ضرره. لا ما ينفعش، لان هنا ما هوش دايركت، لان مفروض ان الصيدلي في هذه الحالة يتصل بيك ويتحقق من الدواء. يبقى لازم الاهمال يبقى مني للمريض، مفيش وسط تالت. اي حاجه في الاربعه دي مش موجوده يبقى انت حضرتك براءه، انت ما عملتش مال براكتس. يبقى لازم يبقى في اهمال نمره واحد نيجليكنس بسببك بسبب وظيفتك الديوتي اوف فيزيشن. نمره اتنين طبعا هم كتبوها ديريليكشن عشان تبقى هي نيجليكنس عشان يبقوا الاربعه بحرف الدي، بسبب الديوتي بتاعتك ادت الى دامج المريض ودايركت دامج. ده احنا في السؤال الثالث. طيب الريليشن شيب ويث بيشنتس، امتى تبقى ريليشن شيب فيها مال براكتس؟ لازم تراعي كتبتها لك بطريقه لطيفه ثلاثة نو. نو ايموشنال اور سيكشوال ريليشن، لا علاقات عاطفيه ولا حميميه جنسيه يعني with current or previous patient، مع مريض حالي او مريض سابق. اظن دي حاجات حتى يعني هقولها ايه common sense، يعني حاجات يعني مش عاوزة تشرح، مفهومة جدا. طبعا الاخلاق المهنية يبقى ان انا لا اقيم علاقة لا عاطفية ولا علاقة جنسية مع مرضايا سواء الحالين او السابقين. no treatment of family members، ما تعالجش الفاميلي members ولا الكلوز فريندز الاصدقاء، ما تعالجهمش الحميمين ولا الامبلويز الناس اللي بتشتغل معاك. ليه؟ لانك هتبقى بايست، هتديهم مزايا مش هتديها لغيرك. النقطه دي في ناس مش فاهمها، انا فاهمها لك ليه. في معظم دول العالم يا اولاد دلوقتي الرعايه الطبيه هي حق للمواطن بتقوم به الدوله، يعني زي في كندا العلاج مجاني. يبقى ما ينفعش اجي انا لابني واقول له اكشف عليا، لانه طبعا هيبقى محابي ليا بقى، هيديني مزايا وادويه. افرض في قصور في الادويه هيجاملني، افرض في قصور في الانفستيجيشنز هيعمل لي الانفستيجيشن الاكثر يمكن التي لا لزوم لها. فعشان كده اتفق ان انا لما امرض ما اروحش لحد في عائلتي بيعمل طبيبا. ما ينفعش الكلام ده، يبقى ما ينفعش تعالج الفاميلي ممبر ولا الاصدقاء المقربين ولا الموظفين اللي معاك. فاهم ليه؟ لانك هتحابيهم ودي حاجه مش مطلوبه. نمره ثلاثة نو فاليبل جيفت از الاود، يعني ما تاخدش من اي مريض هديه ذات قيمه، ده لا يصح. وعلى فكره ده مش كده مش في الاطباء بس، ده في اي موظف عمومي في الدوله بدءا من اكبر واحد في الدوله لاصغر موظف، مفروض حتى في القوانين كلها انه ما ياخدش اي هديه ذات قيمه، لان دي في هذه الحاله تبقى رشوه. طب الامبيرمنت ان فيزيشن فانكشنز، يعني الخلل في وظيفه الطبيب سببها ايه؟ واحد من اهم اسباب الخلل دراج ابيوز، انه شخص الطبيب يعني بياخد مخدرات دراج ابيوز. ليه بقى؟ ليه بيقولوا دراج ابيوز؟ لانه الطبيب ده هو اللي في سلطانه انه يكتب الادويه حتى الممنوعه وبروشتات خاصه زي المخدرات والمورفين وما شابه. فممكن طبيب يستغل الحكايه دي ويحصل على المخدرات ده ويبقى في الاخر مدمن، وبالتالي يبقى الكفاءه الطبيه بتاعته ما فيش، ده انا بتعالج عند واحد مدمن اساسا. ودي كثيره جدا في حاله اطباء التخدير، لان هم اللي بيبقى عندهم الادويه اللي هي القويه في البين كيلرز زي المورفين وزي الكوديين والحاجات دي.
تاني حاجة ممكن المريض يحصل يبقى مال براكتس بسبب انه عنده فيزيكال اور منتال إلنس، يعني ان هو نفسه مريض اور منتال إلنس، مريض ذهنيا او جسديا. يعني مثلا ما يصحش مريض عنده فيروس سي، اسف، طبيب عنده فيروس سي او بي ويشتغل جراحة قبل ما نعالجه منها، لانه ممكن لو هو بيعور نفسه نقل الفيروس ده الى المريض، يبقى لازم الطبيب يبقى فيزيكالي ومنتال ما عندوش إلنس يتعارض مع المهنة اللي بيمتهنها. انما ممكن يبقى دكتور امراض بطن عنده فيروس سي، ما هو مش بيعمل جراحة، ما فيش بلاد كونتاكت، لكن ما بيبقاش جراح عنده فيروس بي او فيروس سي، لازم نعالجه الاول. انما ثلاثة الايجينج ويذ امبيرمنت، الناس لما بتطعم في العمر وتتقدم في العمر كفائتها بتقل. ما ينفعش مثلا دكتور رمض محتاج دقة بصر رهيبة يقعد يشتغل لحد ما يبقى اساسا هو نظره مش كويس، طب ازاي هيشتغل بدقة هو مش شايف؟ اي جراح. يبقى ايجينج ادى الى امبيرمنت، يعني كهولة، تقدم في السن ادى الى عدم الى خلل في المهنة. يبقى ده السؤال الثالث اللي هو المال براكتس. يبقى عشان نقيم عليك قضية لازم يبقى في 4 دي: دريليكشن، نيجليكانس بسبب ديوتي بتاع الفيزيشن، بسبب الطبيب، ادى الى دامج، ودايركت، ادى الاربعه دي. طب الريليشن شيب ويز بيشنت لازم فيها 3 نوع: لا علاقات جنسيه او عاطفيه، لا علاج للمقربين سواء كانوا من عيلتك او من اصدقائك او الامبلوي، ولا تلقي الادويه الهدايا القيمه. وبعدين امبيرمنت بسبب ايه؟ دراج ابيوز او فيزيكال ومنتال إلنس وايجينج اند امبيرمنت. واحب اولاد تسمعوا الاسئله دي وهي خفيفه، يعني ماده خفيفه مش صعبه، ادي لها ساعه كل يوم بالليل كده اقعد اسمع لك محاضره سلوكيات او ميديكال اثكس او ميديكال سايكولوجي، هتلاقي الموضوع بقى سهل جدا. طيب نيجي السؤال الرابع: فريم ورك فور ايثيكال ريزنينج اند ديسيجن ميكينج، يعني ضوابط القرار الأخلاقي أو decision making، decision يعني أخذ قرار معين. وعلى فكرة أنا عاوزك وأنت بتسمع دي مش بس الأطباء، أي قرار تاخده، أي كوميتي يعني لجنة هتاخد قرار للمجتمع، إيه اللي خلينا نقول القرار ده أخلاقي اللي خدته ولا قرار لا أخلاقي؟ هنا بقى في السؤال ده شوف أنا عملت لك كل حاجة بطريقة لطيفة، في خماسية، يعني 5 أشياء لازم تتحقق عشان يبقى القرار أخلاقي، وعليه وانت بتاخد القرار ده لازم تسأل روحك 5 أسئلة متعلقة بالخمس ضوابط، يعني 5 ضوابط وعليه 5 أسئلة. Any ethical action، أي عمل أخلاقي، should fulfill the followings، لازم يحقق هو الخمسة أشياء الآتية. أول حاجة utilitarian approach that is provides، يعني حاجة عارف زي يقول لك utilization أو utility، يعني حاجة لها نفع. لازم عشان ناخد قرار وهنكلف الدولة لازم القرار ده يبقى فايدته أكتر من ضرره، طبعا مش معقول هناخد قرار ضرره أكتر، يبقى greatest benefit and the least harm، فايدة كبيرة جدا وأقل ضرر، ده مش كده وبس، والفايدة الكبيرة دي the greatest good to feed greatest number. ما أنا ممكن حتى أخدها إن أنا أروح أتعاقد على دواء غالي جدا 100% بيفيد مرضى، بس المرضى دي عددهم قليل، بس فيهم واحد قريبي، والميزانية بتاعت الدولة لا تسمح بإننا نجيب دواء تاني كان ممكن يفيد عدد أكبر من المرضى، فاهم الفكرة؟ يبقى لازم القرار يبقى طبعا هجيب دواء نافع ما يضرش، ولازم يفيد أكبر عدد مش أقل عدد، ده عشان يبقى قرار أخلاقي. ما قلتش أنا الدواء ده محتاجين وأنا عشان كده خدت قرار، بس حضرتك عارف أنه هذا الدواء الآخر يعني نبديه عن الدواء اللي أنت خدت قرار باستراده، ليه؟ لأن ده هيفيد عدد أكبر من الناس من اللي أنت خدت فيه قرار. طب نمرة 2 The common good approach، يعني لازم يبقى equally beneficial to all، لكل الناس، ما يبقاش لفئة دون غيرها،
لمجموعة خاصة لا ما ينفعش. وبعدين fairness اللي هي justice no discrimination، مفيش تمييز في القرار، ما يميزش شخص عن شخص. وبعدين the right approach اللي هي الحقوق، the most basic قلنا أهم حاجة اللي هو the right of free choice اللي هي autonomy، autonomy اللي هي استقلالية قرار البريد. ده أهم حاجة، ده الموست بيزك، ده الكوردن ستون، ده حجر الزاوية إن المريض هو اللي بياخد القرار بتاعه. Other related rights includes، يعني في حقوق أخرى متعلقة بالأوتونومي، وهي the right to be told the truth، إن العيان يعرف الحقيقة ما نكذبش عليه. The right of privacy يعني الخصوصية، في إنه يفعل ويعتقد ويقول ما يريد، بس بشرط طبعا انت حريتك تتوقف عند حرية الآخرين without violating other rights، من غير ما ننتهك حقوق الآخرين. وبعدين not to be harmed or injured، ان احنا ما نأذيش المريض او نعمل له injury، بمعنى ما نستخدموش نجرب عليه دواء مثلا، ما ينفعش هذا الكلام. to do what is agreed، ما نعملوش غير اللي هو وافق عليه. وبعدين آخر حاجة بقى الـ virtue approach اللي هو القاعدة الأخلاقية، ideal moral attitudes or traits، بمعنى مثلا إن إحنا في يعني إيماننا لا نقر الإجهاض. ممكن يقر في دولة تانية يعتبروه حق المريض إنها تجهض روحها، إنما إحنا عندنا لا، الإجهاض ده قتل لنفسي لا ذنب لها، يبقى ما ينفعش. يبقى لازم القرار اللي ناخده ما نقولش مثلا عشان خاطر نقلل نمنع الانفجار السكاني يبقى نعمل اجهاض، لا ده ما يبقاش قرار اخلاقي. قرار ممكن يبقى شكله مفيد بس بيتعارض مع نمره خمسه ان هو قرار لا اخلاقي. يبقى دي الخمس حاجات، الفريم ورك، ضوابط الايثيكال ريجنج، القرار الاخلاقي. واحد انه من اليوتيليتي، يوتيليتريشن ابروتش، انه اكبر فايده واقل ضرر، والفايده الكبيره دي لمعظم الناس. نمره اتنين، ده مش بس تفيد ناس كتير وتفيد الكل سواسيه، كومن جود ابروتش، ما انا بقول تفيد ناس كتير قوي بس دول فئه معينه في المجتمع، لا لازم كومن جود ابروتش، ايكواليتي تو اول، مش فئه دون فئه. يعني ما ناخدش قرار يفيد الاطباء وما يفيدش بقيه المجتمع مثلا، نقول عايزين نزود مثلا مرتبات الاطباء وبقيه المجتمع مرتباته قليله، ما ينفعش كام. لازم فيرنس حتى بقى واحنا بنوزع، ما فيش ديسكريميشن، ما فيش تمييز. وبعدين نمره اربعه الرايت ابروتش، وقلنا اهم حاجه في الرايت ابروتش اللي هي الاوتونومي، استقلاليه قرار المريض، ومرتبط بيها حاجات ثانيه، ان يتقال له التروث، البرايفسي بتاعت العيان فيما يعتقد ويقول او يفعل بس لا يتخطى الاخرين، ان لا يضار المريض ولا انجر، ما نجربش عليه حاجه، ما نعملوش غير اللي هو موافق عليه. وبعدين نمره خمسه الفيرشو ابروتش. انا عاوز بقى اولاد تجربوا ازاي تعملوا ملخص بكلمات تختاروا، انا مساعدكم اهو، كلمات باللون الاحمر وعليها باللون الاصفر اللي تساعدك في عمل ملخص، واللي هيعمل ملخص رائع هنحطه للمجموع في البي دي اف كملخص صغير بقى الناس تقدر يعني تذاكره بطريقه اسهل. وزي ما بنقول ما استحق ان يولد من عاش لنفسه، يعني تصور لو عملت شويه مجهود زياده لان ربنا ادالك موهبه التلخيص واستخلاص النقاط المهمه واديتها لاخرين، ربنا هيعوضك عنها باذن الله، ده قرار هيبقى قرار اخلاقي. طيب عشان نوصل الخمس حاجات الاخلاقيه دي واحنا قاعدين ككوميتي كلجنه، ايه الخمس اسئله لازم نسالها وتكون اجابتها صحيحه، فيبقى نقول في الاخر ناخد القرار بقلب مطمئن ان هذا قرار اخلاقي. خد بالك ان الخمس اسئله متعلقين بالخمس ضوابط اللي قلناها قبل كده. نسال روحنا القرار اللي هناخده ده what benefits and what harms، ايه فايدته وايه ضرره. فاتفقنا ان لازم يبقى greatest benefit، فائده كبيره جدا، واقل ضرر، والفائدة الكبيرة تكون لأكبر عدد. ده أول سؤال. طيب how far does it advance the common good، يعني هل هو مفيد لفئة معينة في المجتمع ولا لكل فئات المجتمع، equality beneficial to all.
ولا لا احنا واخدين قرار يفيدنا احنا بس كاطباء؟ وبعدين ثالث سؤال، does it treat everyone the same؟ هل بيعامل كل الناس زي بعض؟ ولا مثلا هنقول الاطباء في تخصص معين هيفيدهم اكتر، في تخصص تاني اقل، او بالنسبه للمرضى في مرض معين هيستفاد ناس معينين وفي ناس تانية مش هيستفادوا؟ مثلا هنديل الموظفين من المرضى لكن مش هنديل الناس اللي هي بتشتغل في قطاع خاص، يبقى لازم everyone the same. does it violate the moral rights؟ هل ينتهك القواعد الاخلاقيه اللي قلنا ان استقلاليه قرار المريض وانه لازم يتقال له الحقيقه ولازم يبقى عنده الحريه في انه يفعل ما يشاء ويقول ويعتقد، وبعدين انه ما حدش يؤذيه وانه يوافق على اللي هيتعمل، وبعدين نمره 5 is it consistent يعني متفق ومتوافق مع المورال فيرشوز، مع القيم الاخلاقيه؟ زي ما قلنا في حالتنا ما ينفعش مثلا ان احنا نقلل المجتمع بان احنا نعمل اجهاض. An ideal ethical action is consistent with all of the above ethical consideration. لازم يبقى متفق على الخمس اشياء دي. انا مش هراجع كتير، انت تقدر تراجع الفيديو عشان عاوز المحاضرات تبقى قصيره نسبيا. طيب نيجي للسؤال الخامس يا اولاد في الميديكال ethics. ethical dilemmas. خلاص عندنا ethical dilemmas in medicine. dilemma يعني تعارض، هل في تعارضات أخلاقية؟ ethical dilemma in medicine دي الconflict اللي هو الصراع ما بين الحاجات الethical، ممكن يبقى بسبب حاجة من اتنين عشان نبقى متفاهمين، بسبب two or more ethical principles يعني تعارض ما بين قاعدتين أخلاقيتين زي ما نشوف، أو نمرة 2 تعارض ما بين ethical principles and other interests وأشياء أخرى. يعني ممكن تعارض ما بين قاعدتين أخلاقيتين أو تعارض ما بين قاعدة أخلاقية وشيء آخر. تعال نشوف، وبرضو كل حاجة عملها لكم بطريقة لطيفة قوي. يبقى السؤال بينقسم الى الايثيكال دايليماز اللي هي التعارضات ما بين الاشياء الاخلاقيه، قسمناها الى مجموعتين. المجموعه الاولى بتشمل تعارض بين قاعدتين اخلاقيتين. نمره 2 المجموعه الثانيه بتشمل تعارض بين قاعده اخلاقيه واذر انترست. طيب تعارض بين قاعدتين اخلاقيتين، هنا بديك اربع امثله، والاربع امثله كتبتها لك بطريقه لطيفه جدا A B C D. انا بحب كل حاجه يا اولاد عملتها لكم بطريقه تساعدك على التذكر. ايه؟ عيان عنده اكيوت ابنسايتس، التهاب حاد في الزائده الدوديه. طب فين الكونفليكت هنا؟ كونفليكت ما بين حاجتين، ان احنا واجبنا الاوبليجيشن تو بروفايد ذا بيشنت ويز ايميديت سيرجري، ان احنا نعمل عيان جراحة فورية، لأن لو ما عملناش جراحة النصران الأعور ده هينفجر ويؤدي إلى جنرايز بريتونايتس والعيان هيفقد حياته. طب بس في أوبليجيشن تاني، إن إحنا تو ريسبكت البيشنت أوتونومي اللي هو استقلالية قرار المريض اللي هو نوت أوبريت، العيان مش عاوز نعمل عملية لأنه متخوف من الأنستيزيا اللي هو البنج أو متخوف من الأوبريشن. طب إحنا هنا في دايليما، إحنا في اضطراب ما بين حاجتين، لازم نعمل عمليه والعام مش موافق على العمليه. طبعا طالب هيسالني بنحلها ازاي؟ بنحاول نجيب ناس عندها مقدره معينه على اقناعه بان الفائده تجب كثيرا الخطوره بتاعه الانستيزيا او بتاعه العمليه، وانه لو ما عملش هيضار بشيء جامد. طب تاني حاجه في البلاد ترانسفيوجن از ا ماست، يعني ضروري نعمل عيان دم نقل دم والعيان بيرفض، نفس مشكلة بنفس النوع، حق انه يرفض، واحنا الاخلاق تتحتم علينا ان احنا نقول له ده مقل هيموت. نمرة 3 confidentiality، خد بالك اول واحدة بالاي، تاني واحدة بالبي، تالت واحدة بالسي، confidentiality issue. خلاص يعني عيان عنده كوليرا او عنده ايدز، يبقى احنا في دايليما ان احنا مفروض ما نفشيش سر مرضه، لكن في نفس الوقت لو ما قلناش للمؤسسات المعنية اللي عندها هيسبب وباء كوليرا او هيسبب وباء في الايدز او يتعامل مع الاخرين يجيب لهم المرض، يبقى الدينجر تو ذا سوسايتي، يبقى في كونفليكت ما بين مصلحة المريض ومصلحة المجتمع.
طبعا الحل هنا مين؟ المجتمع يجوب المريض. Diseases which will terminate the life of the patient. مرض هينهي حياة المريض. طيب يبقى بنحاول نساعده. Life sustaining procedures زي مثلا بنحطه على الاسبيريتور على جهاز تنفس صناعي، او نعمل له داليسيس غسيل كلوي عشان ما يموتش. والعيان لا مرافض، يقول لك خلاص ادم المرض ما يقوش منه انا عاوز اموت. هنا في حاجه اسمها ايو سينيزيا. سينيزيا يعني اللي هي القتل الرحيم. ايو سينيزيا يعني القتل الرحيم. whether or not to help the patient death. هل احنا whether or not to help the patient death ان احنا نساعد موت المريض either directly بطريقه مباشره. في ناس حتى كان واحد اسمه دكتور بميرسي في سويسرا كان يدي العيان حقنه يموته، حقن بوتاسيوم كلورايد يوقف له القلب. او helping suicide ان احنا نساعد انتحار المريض بان احنا نوقف الاجهزه المعاونه. طبعا هنا الاجابه على دي احنا زي ما قلنا احنا من ضمن القواعد الاخلاقيه ان احنا ملزمين بالحفاظ على الحياه الانسانيه، ما بنساعدش في حاجه اسمها القتل الرحيم اللي هو الايو في انيجيا. خلاص الايثيونيجيا دي ما بنساعدش فيها اللي هي القتل الرحيم. وخد بالك انه الاربع حاجات اللي قلتهم ما بين قاعدتين اخلاقيتين ماشيين اي بي سي دي. اكيوت ابنسايتس بالاي، بلاد ترانسفيوجن بالبي، كونفيدنشاليتي اللي هو السريه بالسي، ديزيز بيترمينيت بالدي، وحتى المثال اللي خدناه بعديها بحرف الاي عشان تفتكرها. طيب نوت legal standards of death يعني امتى نقول عندما ما مات وعليه ندي شهادة وفاة وبالتالي يصرح بدفن المريض. دي نقطة مهمة جدا، دي لوحدها ممكن تيجي سؤال. irreversible cessation توقف غير مرتجع، ما ينفعش تقول cessation بس، توقف irreversible لمين؟ في الحتة المهمة في اللي هكتب لي الملخص للبرين ستيم، للفانكشن برين ستيمز. طب عرفناها ازاي؟ بانه ادى الى absence of response to external events or painful stimuli. العيان لا يستجيب للمؤثرات الخارجية ولا المؤثرات المؤلمة. مش هقول عيان بيستجيب ونقول عليه مات. توقف النفس no spontaneous respiration. spontaneous لكن لأنه ممكن يبقى النفس شغال بالريسبيريتور، ما ينفعش. no cephalic reflexes. الريفلكسز بتاعت منطقة الرأس كلها وقفت. pupillary reflexes لما احط لايت مفيش البيوبل دايليتد اند فيكسد. نو كورنيا ريفلكس، نو فارنجيا ريفلكس لما تحاول تلمس الفارنكس المفروض يبقى عنده ريفلكس، مفيش سيفاليك ريفلكس. نمره 4 نو الكتريكال بوتنشال اوف سيريبرال اوريجين اوفر 2 ملي فولت، مفيش كهرباء طالعه من المخ اكتر من 2 ملي فولت. ونو سيريبرال بلاد فلو، مفيش دم راح المخ لاكثر من 30 دقيقه، اسف دي المفروض تبقى مش 30 مليلتر 30 مينتس، يعني توقف سيريبرال بلاد فلو لاكثر من 30 مينتس حتى نصلحها عشان خاطر تبقى واضحه. يبقى دي الخمس ضوابط بتاعه الوفاه. يبقى نقولها تاني بسرعه. يبقى irreversible cessation توقف غير مرتجع لوظائف البرين ستيم. خمس حاجات، ما فيش استجابه لاكسترنال ايفنتس او بينفول ستيمولاي، ما فيش تنفس سبونتينيوس تلقائي لان قلت ممكن يبقى فهمت بالكلام مظبوط، وبعدين ما فيش سيفاليك ريفلكسز اي ريفلكسز في الراس اللي هم البيوبيلاري والكورنيال والفارنجيال، وبعدين ما فيش كهرباء اكثر من 2 ملي فولت، وما فيش سيرفر بلاد فلو لمده 30 دقيقه، يعني حصل له ستوبج اوف ذا هارت لاكثر من نص ساعه، خلاص بقى يبقى 100% البرين باص. ethical principles and other interests. ممكن يبقى في بقى تعارض، يبقى في دايلما ثانيه، يبقى اول دايلما خدناه اللي هي دايلما بين قاعدتين اخلاقيتين، تو ethical principles او اكثر. لكن ممكن يبقى في تعارض بين قاعده اخلاقيه وقواعد اخرى. اهتمامات اخرى، other interests. هنا خدنا مثالين، هنا خدنا اربع امثله اي بي سي دي عشان ما تنساش اهي. هنا كانوا اربع امثله اللي هو اي بي سي دي. هنا هناخد مثالين. اول مثال اللي هي الكونسلتيشن،
يعني هنتشاور، هنعمل كونسولتو between physicians، بين أطباء through internet. النهاردة أنت ممكن لو حالة صعبة عندك تحطها على الانترنت وطبيب ما تعرفوش في منطقة تاني في الدنيا يقول لك رأيه في الحالة اللي أنت متعرض ليها دي. هنا فين بقى الديليما، فين الكونفليكت؟ إن الكونسلتيشن over the internet يبقى أنت أفشيت بتتكلم على مريض، يبقى ما فيش confidentiality، يبقى أنت هنا الحاجة الأخلاقية الكونفيدنشالتي، والحاجة التانية اللي هي الأذر انترست، إن أنت عاوز تكونسلت، عاوز تعرف المرض ده جديد، هل حد شافه قبل كده، حاجة من هذا القبيل. أو conflict related to حاجات تانية بقى، الأبورشن، حق المريض في الإجهاض، يبقى هنا المريض من حقه آه من يعمل اللي هو عاوزه بس مش إجهاض. maternal fetal rights، يعني مين أهم، الأم ولا الجنين؟ لو في خطورة على حياة الأم هل نضحي بالجنين ولا نضحي بالأم؟ طبعا الإجابة أنتوا عارفينها، هنضحي بالجنين. وبعدين new reproductive technology، هل دي حلال ولا حرام new reproductive technology؟ إن إحنا عشان نساعد الناس عشان تخلف في طرق كثيرة جدا، وممكن أطفال أنابيب، وممكن نعمل ان فيترو بره فيرتلايزيشن، وممكن ساعات في بعض البلدان ياخدوا سبيرم من شخص اخر غير معلوم. في كونفليكت هنا ما بين حاجه اخلاقيه وحاجه تانية في المجتمع. اورجان ترانسبلانتيشن، زراعه الانسجه، هل دي حلال ولا حرام؟ انا فاكر في 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 ابان حرب الخليج، عشان كده الحلقه اللي متابعها يعني كثيرون، عملت حلقه مع طارق علام اللي هو كان بتاع كلام من ذهب، وكان معانا صديقي ووزير الصحة السابق الدكتور عمرو حلمي، عن زراعة الأنسجة. لأن أنا كنت شايل كارت بيبيح في كندا أن إذا توفاني الله في حادثة أن ياخدوا 26 عضو من جسمي يهبوهم للناس الآخرين اللي هم يعني مستنين هذه الأعضاء. فهنا كان في كونفليكت، قعدنا ندرس في هذه الحلقة هل ده حاجة صح؟ وقلت تمنيت ان انا الكارت ده يبقى معايا زيه في مصر، وان انا ال 26 عضو اللي عندي دول لما يتوفاني الله في مصر يستفاد بها اهل قومي واللي موجودين في المصري من المصريين. عملنا حلقه جميله خالص هنا، في يبقى في كونفليكت هنا. الاورجان ترانسبلانتيشن هيفيد ناس، هيخفف عينين، بس هل هو حلال ولا حرام؟ جينيتك تيستينج، قلت ان احنا عندنا الجينيتك ماب، كل المعلومات دلوقتي نقدر نعرف حضرتك هيجي لك انهي مرض في انهي سن بالتقريب، والجينيتك موديفيكيشن تعديل الجينات، هل ده حاجه اخلاقيه ولا لا اخلاقيه، هل احنا بنتدخل في الخلق الالهي ولا وده خطا ولا لا. والجينيتك ماب زي قلت لكم، زي دلوقتي لو احنا اعلنا الجينيتك ماب في مشكله، يبقى ما حدش هيتجوز، كل واحده هتسال خطيبها وريني الخريطه الجينيه بتاعتك، لا وريني الخريطه الجينيه، لو عرف انها تعيا في يوم من الايام او هو ما يتجوزوش، واحد هيعين موظفين عنده في الشركه يقول له وريني الخريطه الجينيه، لو عرف ان هيجي له مرض يبقى الشركه هتقعد مش هتستفاد بالموظف وتصرف عليه مصاريف طائله في علاجه فما يعينوش. يبقى هنا في تعارض بس ما بين حاجه اخلاقيه ethical principle واذر interest. يبقى ده سؤال مهم اللي هو الإثيكال دايليماز خلاص إن ميديسن. قد يكون الكونفليكت اللي هو التعارض ده ما بين قاعدتين أخلاقيتين قلناهم الـ ABCD، أو ما بين قاعدة أخلاقية وقاعدة أخرى، وخدنا مثالين اللي هو الكونسلتيشن مع الكونفيدنشالتي، إن أنا عاوز أتصل وأستشير زملائي عبر الإنترنت وفي نفس الوقت أنا بأفشي سريرة المريض، أو كونفليكتس ريليتد لحاجات صعبة الأيام دي، الابورشن، حق المريضه في الاجهاض، مين عنده الحقوق اقوى، الام ولا الجنين لما يبقى في تعارض ما بينهم، النيو ريبرودكتيف تكنولوجي الى اي مدى نساعد الناس العقماء يعني على انهم يخلفوا، زراعه الانسجه، الجينيتك تيستينج والجينيتك موديفيكيشن. نيجي السؤال السادس، سبيشال ethical issues، ده سؤال في عندي هنا، الانفورمد كونسنت، الموافقه المبلغه،
ما نقدرش نعمل نعالج مريض دون أن يعني يبلغنا بموافقته، سواء تحريريا يعني بإمضاء ورقة يمضي عليها لموافق، أو شفاهيا. تعال نشوف برضو، لاحظ سؤالين عملوه بطريقة جميلة، معمول بطريقة جميلة. الانفورمد كونسنس اللي هي الموافقة المبلغة دي ذا كورنر ستون، يعني حجر الزاوية، كورنر ستون اوف اوتونومي، في استقلالية قرار المريض، ان احنا المريض ما نعملوش غير اللي هو موافق عليه. طيب في 3 essential elements for valid consent، يعني عشان تبقى موافقة صالحة، valid يعني صالحة مظبوطة، لازم تحقق 3 عناصر رئيسية، 3 essential elements، 3 عناصر رئيسية لابد أن تتحقق حتى تكون الموافقة valid صالحة. 1. The patient should be fully informed about، لازم المريض يبقى تم إعلامه بالكامل بأربع حاجات: بالدياجنوزيس، بالتشخيص، بالتريتمنت، بالعلاج، بالالترناتيف انترفنشن، بالبدائل، وبالبنفيت اند ريسك اوف ايتش انترفنشن، وبفوائد ومخاطر كل تدخل طبي. يبقى لازم العيان اعلمته بالكامل بتشخيصه، بعلاجه، بالبدائل المتاحة، وبخطورة وفائدة كل بديل. طيب نمرة 2، the patient should be competent to make decision، لازم يبقى ذو أهلية عشان ياخد القرار. That is his ability for rational judgment is not impaired، يعني مقدرته على الحكم العقلاني لم تتأثر. يعني ما ينفعش ان انا مثلا اجيب شخص مجنون واقول انا خدت موافقته، وده شخص ذو غير ذو اهليه. طفل واقول خدت موافقته، هو غير ذو اهليه، لازم يبقى competent to make decision، ذو اهليه لاخذ القرار. وبعدين نمره 3، the patient decision should be voluntary، يعني بارادته الحره، القرار حر، not under pressure of any kind. ما اقولوش اصل انا في قصادك جراحه وقصادك علاج دوائي، بس انا بقى لو هتاخد علاج دوائي مش هشوفك، مش هساعدك، لكن لو علاج جراحي بقى تبقى تحت رعايتي، يبقى انا كده بحط عليه ضغط ان هو ياخد القرار بالعلاج الجراحي. فلازم يبقى مفيش اي بريشر على المريض. يبقى دول الثري اسينشال اليمنتس، العناصر الرئيسيه الثلاث لصلاحيه الموافقه المبلغه الفاليد كونسنت، ان لازم العيان، انت بقى تلخصها لي تلخيصه حلوه، يبقى فولي انفورمد، عنده معلومات كامله، كومبيتنت تو ميك ديسيجن، ذو اهليه لاخذ القرار، وفولنتري بارادته الحره بدون ضغط. والموافقه نوعان، يا ساين كونسنت يعني هيمضي تحريرا، ده في الحاجات الكبيره بقى زي الانستيجيا، التخدير والسيرج الجراحة، والريسكي بروسيديورز، المتداخلات الخطيرة. إنما verbal consent يعني موافقة شفهية لأذر decisions، يعني أنا هكتب لك الأنتيبوتيك ده، تحب تاخده؟ خلاص بالبق، حاجة سهلة. تقوم تحب أكشف عليك ولا خجلان أو زكاة ست؟ موافقة شفهية. 3 exceptions. طب إمتى بقى مفيش، يعني من حق الطبيب ولا يجاز على ذلك انه ما خدش موافقه مبلغه؟ 3 exceptions to the requirements of informed consent. 1. emergency situation intervention، حالات الطوارئ، تدخل طارئ، يعني عيان تحت البنك ولازم ناخد قرار، مش هنصحيه عشان ناخد موافقته، ده حاجه جدت كده وظهرت فجاه، طارئه. For critical يعني حالة حرجة، unconscious patient، unconscious يعني غير واعي وفي حالة حرجة، فمش مش هصحيه واخد له قرار. نمرة 2، incompetency، ما احنا قلنا ان هو لازم يبقى competent، ذو أهلية، المريض غير ذو أهلية to take decision، زي طفل. بس في الحالة دي مش حضرتك اللي هتاخد له decision، مش الطبيب، مش حضرتك. هناخد الموافقة من الكلوزست
responsible relative. شوف بقى الكلمة دي للأوائل، closest، أقرب الموجودين لقرابة، في درجة القرابة يعني أبو أمه الأول وبعدين إخواته وبعدين خلانه، أقرب واحد في الموجودين للطفل ناخد منه الموافقة. أو لو مش ضروري ممكن يبقى طفل قلنا incompetent بسبب أنه هو معتل ذهنيا عنده مرض نفسي. ثالث حالة cases in which fully informing the patient، لو قلنا العيان عشان ناخد موافقته would seriously worsen his condition، هتسوء حاله. المريض عنده اضطراب نفسي جامد، عنده توتر وقلق رهيب، بحيث لو قلنا له طبيعة المرض اللي عنده هو مرض عضال هيتخض، ممكن تأثر عليه تؤدي إلى أنه يعمل حاجة غلط في نفسه. ففي الحالة دي من حقك ما تاخدش الكونسنت من المريض وتاخده من أقرب المقربين. يبقى حتى يكون الموافقة المبلغة سليمة لابد من توافر شروط ثلاث. طيب ويوجد 3 اكسبشنز، يبقى 3 شروط و 3 اكسبشن. في الامرجنسي لو كان كريتيكال انكونشس بيشنت، عيان غير ذو أهلية زي الطفل او المجنون، او لو ابلاغ المريض عنده مرض نفسي لو بلغته بحاجة خطيرة هتسوء حالته. طيب نيجي للسؤال الاخير يا اولاد في الميديكال، المحاضرة الأولى اللي هو الميديكال إثيكس، confidentiality اللي هو السرية. السرية دي حاجة مهمة جدا. confidentiality extends after the patient death، تمتد بعد وفاة المريض. أنا بزعل وبستغرب بلاقي طبيب بيتسلى بين أصدقائه في قاعدة خاصة أو عامة في النادي وعمال يحكي عن مرضاه، مريض ده عنده كذا ومريض ده عنده كذا، وعملها حتى يعني فكاهة وكأنه ويتنضر على الأشياء. هذا لا أخلاقي، تصرف لا أخلاقي. This is not a medical ethics. إحنا السرية تمتد بعد وفاة المريض بغرض إيه؟ حاجتين، بغرض شيئين. واحد ريسبكت، الاحترام يا اخي للبيشنت برايفسي، لخصوصيه المريض والاوتونومي واستقلاليه قراره. انت ما تعلن كده ما ممكن بقى تتدخل بقى في القرار ناس ما لهمش لازمه، لان هيفيدهم قرار معين. وبعدين تو بريفنت ذا بوسيبل هارم اوف ديسكلوجر، عشان خاطر لما هتعمل ديسكلوجر للمريض ممكن تؤذيه. انك هتقول له مريض بحاجه معانا، ممكن كان في وظيفه هو موجود فيها الراجل يرفضه، ممكن موقفه مع زوجته في مرض معين يبقى مش كويس and so on. طيب امتى بقى نعمل بريكنج للكونفيدنشاليتي، يعني افشاء السريه، بريكنج او كسر السريه، بريكنج اوف كونفيدنشاليتي، افشاء السريه، افشاء السر يعني. في 3 احوال يلزمك القانون الطبي انك انت تفشي المعلومه بقى، مش عاوز اقول السر لانه مش هيبقى سر، تفشي المعلومه. 1 serious harm to others، ان في خطر داهم بالاخرين، زي ايه؟ possible murder، ان اللي انت شفته ده مش مريض ما بموت طبيعي، ده مقتول، يبقى لازم تبلغ الجهات المعنية عشان دوروا فين الجاني، ما يبقاش الجاني ده كده يعني حر طليق في البلد. serious contagious disease، يعني مرض معدي خطير، انك انت شخصت واحد بكوليرا زي ما قلنا، شخصت واحد بايدز، في الامراض اللي هي الوبائية دي خلاص بالطاعون، في يبقى لازم تبلغ الجهات. ما فيش بقى انك انت يعني تحافظ على سريه المرض المريض، لازم تبلغ السلطات المسؤوله عشان تمنع تفشي المرض. patient lacking fitness for some jobs، انك انت الراجل ده جاي بياخد منك شهاده عشان هيشتغل سواق او هيشتغل طيار، وبعدين لقيت عنده ما يعوق ذلك، عنده مرض نفسي او عضوي يعوق كفاءته. طب ده كده هيعور الناس، كده هيبقى غير امين على
الناس اللي راكبه معاك كدرايفر او كبايلوت كطيار، يبقى لازم تفشي تبلغ وزاره المواصلات او تبلغ المرور في حاله الدرايفر، تقول لهم ان لا الشخص ده ما تدلوش شهاده، ما ينفعش يقود. طب تاني حاجه بقى في البريكنج كونفيدنشالتي، بوسيبل كوميتمنت اوف سويسايد، ان انت شاكك ان الشخص ده او متاكد ان هو حاول انتحار، جه قال لك انا حاولت الانتحار. هنا ما ينفعش بقى تقول له ايه، يقول لك الاصابه دي في ايدي عشان انا حاولت الانتحار. طب لا ما ينفعش بقى هنا لا تفشي السر. ليه بقى؟ لان اللي بيحاول انتحار ده بيحاول انتحار مره تاني وتالت وغير مضمون، فلابد ان احنا نبلغ اللي حواليه عشان خاطر يحطوا عينهم عليه عشان يمنعوا محاوله هذا الانتحار. ده انا اقول لك حاجه، في الخارج لو عيان قال ان انا عملت سويسايد اتمبتس، ده مش بس بنقول للاقارب، ده بيتحط في مستشفى تحت رقابه لاصقه لفتره معينه لحد ما نتاكد ان الفكره الانتحاريه دي زالت من ذهنه. يبقى لو في كوميتمنت اوف سويسايد، ان عيان حاول انتحار، وبعدين ابيوز اوف فيكتيمز انيبل تو بروتكت ذيم سيلفز، يعني جالك طفل صغير وابوه قاعد يقول لك ولا امه ده وقع فتعور، وهم مثلا هاريينه ضرب، او جوز امه او قريبه وضربه وجايبه عشان تعالجه من الاصابات اللي هو عملها فيه، يبقى هنا دي ده ابيوز اوف فيكتيمز، يعني ده اعتداء على ده يعني على الضحيه، وهذه الضحيه لانه طفل مش هيقدر يحمي نفسه، فلازم تبلغ الجهات المعنيه، تبلغ رجال الامن البوليس، تقول لهم تعال شوف الطفل ده تم التعدي عليه، امسكوا حققوا شوف. يبقى نفشي السريه، مش نقول الناس جايين يقولوا لنا الولد اتعور فاحنا قفشينا، لا. يبقى ده كان السؤال السابع اللي هو الكونفيدنشاليتي. السؤال الثامن والاخير، violating ethical principles in medicine، انتهاك القواعد الاخلاقيه في الطب. Common examples are، ايه الكومون اكزامبلز؟ في عندنا خمسه كومون اكزامبلز يتم فيها انتهاك، فايوليشن يعني انتهاك الاثيكال برنسبلز، الاخلاق المهنيه في الطب. كومون اكزامبلز، باوندري فايوليشنز، انتهاك حدود العلاقه بين الطبيب والمريض، قلناها زي improper emotional or sexual relation، ان طبيب اقام مع مريضته علاقه عاطفيه او جنسيه، اور فاينانشال جين، ان عيان بيبعته يعمل اشعه او يعمل تحليل عشان بياخد نسبه، هذا لا يجوز ان الاطباء ياخدوا نسب، ياخد برايفت جين من ورا الكلام ده، فاينانشال جين ده كلام لا اخلاق. المفروض الاثنين اللي بيدي الرشوه والمرتشي سواء كان معمل تحاليل او أشعة هما الاثنين يبقى you suspend the license، توقف الرخص بممارسة الطب، ممارسة الطب، لأن دول دي تصرف لا أخلاقي. يبقى انتهاك حدود العلاقة. ده أنا أفتكر عن طبيب كان عنده ممرضة كشف عليها بره، أدم كشف عليها أصبحت مريضة ليه، وبعدين أقام معاه علاقة عاطفية، وبعد كده كسر العلاقة فراحت اشتكته، وقف الرخصه بتاعته. ليه؟ ما اعتبرتش بقى انها مساعده ليه؟ ادام كشف عليها مره اذا هي مريضه سواء حاليه او سابقه. يبقى احد الطرق الخمسه في انتهاك العلاقه الباوندري فايوليشنز، انتهاك حدود العلاقه. نمره اثنين، ميس تريتمنت اوف بيشنت، يعني اساءه علاج المريض، انكومبتنس يعني غير كفء لعلاج المريض بسبب حاجتين، يا اما هو عنده المعلومات بس مهمل نيجليكنس، او ما اهملش بس lack of sufficient knowledge or skills، هو فاقد المعلومات او المهارات الكافيه، يبقى ده يحاكم على ذلك. نمره ثلاثه من الخمسه، violation of confidentialities، يعني افشاء سريه المرضى، ان هو زي ما قلنا للشخص اللي قاعد في قاعده خاصه او عامه ويقعد التسليه بتاعته انه يحكي عن الحالات اللي جات له وحصل فيها ايه وعمل ايه ويتنضر ببعضه، هذا خطا يحاكم عليه. نمره 4، violation of the rules of ethical conduct with other members of the profession،
يعني ان هو بيغطي على زملائه. الرولز اوف ايثيكال كونداكت اللي بتحكم التعامل مع الاطباء زملائي ومع هيئه التمريض، ان انا عملوا خطا او عملوا حاجه مش لطيفه وانا خبيت عليهم، في الحاله دي اجازه لاني خبيت، ابقى مشترك في الجريمه، لازم ابلغ. violation of rules of ethical conduct with other members، مع الاعضاء الاخرين في المهنه. نمره 5 illegal activities بقى، زي illegal abortion. احنا في بلدنا لا نوافق على الاجهاض كحق المريضه مطلق، لا، لازم يبقى وراءه سبب، مثلا بنحافظ على حياه الام، الجنين هيطلع مشوه ليها ضوابط. او illegal business، قلناها ان شخص بيقعد يتكسب من وراء ارسال مرضى الى معامل التحاليل او الى الاشعاعات، او متعاقد مع مستشفيات او اخصائيين زملائه يتبادلوا الحالات، كل ده illegal. يبقى ده violation of ethical principles of medicine. 5 حاجات: انتهاك حدود العلاقه boundary violations، وقلنا بقى تلخصوها تلخيصه حلوه، mistreatment of patient يعني incompetent، عدم كفاءة الطبيب يحاسب عليها بسبب الإهمال أو بسبب ما عندوش المعلومات. violation of confidentiality، إفشاء سرية المرضى اللي قلنا ينبغي أن تمتد لحد بعد الوفاة، مش للوفاة، بعد الوفاة، بعد الوفاة. و violation of the rules of ethical conduct with other members، مع أنك أنت بتغطي على زملائك. وبعدين illegal activities اللي هي أنشطة غير قانونية، سواء إجهاض غير محتم ما كانش يجب يحصل، أو الليجال بيزنس بتعمل علاقات عمل مع بتوع الأشعة وبتوع التحاليل والمستشفيات وزملائك بتتبادلوا حالات وحاجات من هذا القبيل. هنا بقى البانش من مين اللي يعمله؟ الناشونال ميديكال أورجانيزيشن، اللي هو في حالتنا ناشونال، اللي هي عبارة عن السنديكيت، سنديكيت اللي هي النقابة الأطباء، تحقق معك وممكن تسسبند اللايسنس بتاعتك فوريفر أو لفترة معينة أو تدفع غرامة. إيه الإيم بتاع الكلام ده؟ To keep high ethical standards of this noble profession. نحن نمتهن مهنة نبيلة اللي هي مهنة الطب، بنطلع فيها على خصوصيات المرضى وعلى ضعفاتهم، فيجب أن نحافظ على يعني النبل لهذه المهنة التي نمتهنها. كانت هذه يا أولاد هي المحاضرة الخاصة بالميديكال إثيكس أو الأخلاق المهنية، وأنا بتصورها إنها بياند، إنها مهمة الامتحان جدا بالثمان أسئلة اللي خدناهم، لأن آخر صفحة كان فيها سؤالين وكده بقى خلصنا الميديكال إثيكس. فهي مهمة لممارستنا الطبية احنا نفسنا، ان الواحد يحترم نفسه ويبقى عارف حدود تصرفاته في الطب. فعاوزك تسمعها لسببين: للامتحان وللأخلاق، لان انما الامم الاخلاق. فدي محاضرة مهمة جدا في الاخلاق الطبية. تاني حاجة يا اولاد بقول لكم، نفسي ان بعضكم، وانا ساعدته باللون الاحمر وبالاصفر، يعمل لي اصغر ملخص ممكن للمحاضرة دي والمحاضرات القادمة، عشان عاوزين نعمل ملخص صغير قوي قوي للسايكولوجي، وممكن وهأعلن مين اللي عامله، لأن أرد لكل الحق حقه ويستفاد به معظم زملائك. وقلنا ما استحق أن يولد من عاش لنفسه. بأشكركم على حسن إنصاتكم ومتابعتكم، وأتمنى أكون أفدتكم وألقاكم قريبا جدا بإذن الله. شكرا.